كتير حلوة. هالحديقة؟ لا، اسطنبول. من لما جيت أول مرة بتطلع على البحر بهالسعادة باسطنبول وبهالمدينة. أول مرة بشوف اسطنبول حلوة. والكعك اللي هون كتير طيب، حبيته، تاكلي كمان؟ لا، أشبعت. أنا بدي جيب شاي كمان، بدك؟ أنا بجيب لك، ارتاحي أنت. لا، أنا بجيب لحالي، استنيني. جيتي بسرعة. كنان، شو عرفك إني هون؟ كيف طلعت لي؟ نحن لازم نحكي. ما في شي لنحكي، روح من هون. كنجار رح يجي بعد شوي لياخدني، روح. ما رح روح لمكان، لازم نحكي. ما ضل شي لنحكي، ما عم تفهم؟ ما عم أفهم، ما عم أقدر أفهم. أنتي ما تركتيني مشان المصاري، وبعرف إنك ما بتحبي زوجك، مزبوط؟ أنت ما بتعرف شي. ما بتحبي فورال، بعرف. والليلة اللي قضيناها بهداك الكوخ، انسى هديك الليلة. فيك تصدق اللي بدك تصدقه، بس أنا قلت لك الكلام اللي عندي. يلا روح، كنجار رح يجي لياخدني، روح بقى، تركني بحالي. طيب. رح روح، بس أنا في عندي طلب أخير وبعدين بروح. شيلي اللؤلؤة السودا من رقبتك واعطيني اياها. اسطورة اللؤلؤة السودا مو لعشق منتهي، هي بس لعشق ما بينتهي ابدا. نحن ما نجحنا، خليني اعطيها للي بتستحقها. للي بتستحقها؟ مين بتستحقها؟ ليش ما انفصلت عن أرماك؟ ولا في وحدة تانية؟ مو مهم مين بتكون، الواضح إنه مو أنت اللي بتستحقيها، وما في داعي تضل اللؤلؤة السودا برقبتك. رجعي لي إياها. انت شو عم تستني؟ اعطيني اياها، ما لها اي معنى بالنسبه الك، لهيك ما في داعي تضلي حاملتيها برقبتك. اعطيني اياها، عن جد ما بتستحقيها، هاتيها. خليني اعطيها للبنت اللي بتحبني عن جد، مو الصح انه هي اللي تلبسها برقبتها؟ هاتيها. معك حق، أعطيها لمين ما بدك، للي بتستحق عن جد.
رح أعملها، وأنت يا هزار رح تشوفي شو رح ساوي. في شي ما عم يريحني، ما بعرف شو هو، بس أنت ما عم تقولي شي. بسيطة، لا تقولي. بس شو ما كان السبب، أنت خلص اخترتي طريقك، وهلأ أنا رح أختار طريقي من اليوم ورايح. إذا بتحاولي تلوميني على اللي رح يصير، اتذكري هذا الحديث. أنت منيحة بنتي؟ ماني منيحة، ماني منيحة. شو صار هزار؟ وشو حكيتو كينان؟ شو قلك؟ هزار يلا قولي شو حكيتو. سألني مرة تانية ليش تركته، قال لي إنه أنا ما بحب فورال، ما عم يصدقني. وبعدين أخذ اللؤلؤة السوداء، قال إنه بده يحطها برقبة وحدة بتستحق عن جد. أنا كتير خايفة يا أمي، عم حس إنه رح تصير شغلات سيئة. هزال، لك حاجة تتصل بكفي بقى، أنا ما بدي أحكي معك ولا أسمع صوتك. لا عم تتصل. هزال، انتي لساتك بتحبي لكينان مو هيك؟ لا، ما في هيك شي. مبين عليكي انتي لساتك بتحبي. امي يا بنتي، آخ يا حبيبة قلبي. هزال، أنت ما بتحبي فورال، وحتى مبين أنه أنت كتير بتكرهي، ولما بينذكر اسمه ولما شوفه جنبك ما بشوف السعادة على وشك يا بنتي، طول الوقت حزينة. لأنت رح تقدري تخبي؟ ليش يا بنتي؟ ها؟ أنتي ليش عم بتساوي هيك بحالك؟ أنا ما عم ساوي شي. معناتها ليش كلام كينان أثر فيكي لهالدرجة؟ أنتي ليش عم تبكي؟ شو؟ أمي بترجاكي أنا ما عاد بدي أحكي بهالموضوع، لازم روح، كتير تأخرت. يا بنتي اسمحي لي ساعدك هزار، يلا احكي لي ليش. مو المصاري ولا الثروة، وانتي ما بتحبي فورال. طيب ليش يا هزار؟ ها؟ امي بترجاكي خليني روح،
هازل، لا ما رح تروحي. انت لازم تخبريني ليش تزوجتي. لأنه كنت مجبورة، أنا كنت مجبورة أتزوجه. كيف يعني كنت مجبورة تتزوجي؟ شو صار بينك وبين هداك الرجال هازال؟ ليكون دخيلك يا رب يحفظ لي عقلي. هازال بنتي، ليكون عديم الأصل سوا معك على غصب عنك. أمي بترجاكي لا تقولي شي لكنان، مشان الله لا تخبري كنان بهالشي. إذا عرف بتصير مصيبة. أمي بترجاكي إذا صار له شي ما عاد أقدر أعيش، الله يخليكي لا تخبري. أمي 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 مشان الله لا تقولي أي شي لكنان. أسطورة اللؤلؤة السوداء مو لعشق منتهي، هي بس لعشق ما بينتهي أبدا. معك حق، أعطيها لمين ما بدك، للي بتستحق عن جد. إذا عندك ولو أمل صغير إنه ممكن نكون مع بعض مرة تانية، ارميه. ما في شيء اسمه نحن، وما رح نكون سوا. أنا بحب زوجي. الآن يا هازال سانجار، يا ترى بتقبلي تتزوج السيد فورال ديمير أوغلو؟ بقبل. هيك شي هازال؟ طيب ليش ما طلبتي المساعدة من حدا؟ ليش ما صرختي وليش ما هربتي منه؟ من شان الله قولي كيف بيصير هيك شي؟ صرخت بأعلى صوتي، بس كنا لحالنا بالقارب بالبحر. طيب انت شو كنتي عم بتساوي لحالك مع هداك الرجال بالقارب؟ كيف بتركبي معه؟ كيف وثقتي بهيك وسخ واطي؟ بعت لي خبر انه في حفلة بالقارب ورحت اشتغل كجرسونة، ونحن بحاجة للمصاري والأجرة منيحة. نحن كنا رح نتزوج وعم نحضر لعرسنا، لو بعرف ما كنت بروح. يا ربي دخيلك يا ربي، أنا رح جن يا بنتي. طيب على فرض أنه أنتو خبيتوا هذا الشي عن الكل، ليش خبيتي عني وما خبرتيني بسرعة؟ مين اللي قالك أنه الحل هو الزواج؟ يعني لهالسبب تزوجتي فوران؟ كنت مجبورة، قبلت اتزوجه مشان كنان، لأنه ما كان بدي اياه يتأذى. أو كيف كنت بدي أقدر أطلع بعيونه وخبره اللي صار؟ لو كان عرف كان قتله لفوران، وكان قضى باقي عمره بالحبس. ما
معناتها لهالسبب تغيرتي فجأة. من شان هيك انتي انفصلتي عن كنان. وهداك الحقير ما رح ينفض بعملته الوسخة، رح حاسبه ودفعه الثمن غالي. لا يا أمي، الله يخليكي لا تساوي أي شيء. تركيني أمي، إذا ساويتي شيء بتموتيلي. ما فيني أتحمل إذا بصر لك شيء، إذا قتلتي بتفوتي على الحبس، كيف رح أقدر أعيش؟ ليش أنا فيني أعيش؟ إذا أنت ضحيتي بحالك وعم تحترقي بهداك الجحيم، أنا كيف رح أقدر أتنفس؟ حياتي حرام علي طالما هداك الحقير عايش، ما فيني أعيش. بعد اللي صار ما عاد في أهمية لشيء، كوني منيحة وكنان رح يكون منيح وأنا رضيانة بقدري. هذا مو قدرك يا بنتي. الواطي سرق منك شبابك وسعادتك وسرق كل حياتك. عديم الأصل سرق لك أحلامك. بعرف صحيح، هو سرق مني كل شيء، سرق مني كل شيء، بس المهم انتو مناح. انت منيحة وكنان منيح وكل اللي بحبهم مناح. وانا جربت مرة وحاولت اني انتحر بس ما قدرت. بس اذا بصير لكم شيء ما بيضل عندي سبب مشان ضل عايشة. وقتها بنتحر من دون ما اتردد. بترجاكي اهدي بنتي. بتركك بهداك الجحيم. أنا مجبورة إني روح يا أمي. مانك مجبورة تروحي أبداً. أنا مستعدة أوقف مثل الجبل قدامك، بس ما بخليك تروحي لعند هداك الحقير. لا تخافي، لا تخافي من شي يا حبيبة قلبي. ماني خايفة أساساً، ما بسمح له يقرب مني أو حتى ينام جنبي. من اليوم اللي تزوجنا فيه أنا ما سمحت له يلمسني. فورال ما بيقدر يساوي لي شيء، وأنا همي الوحيد إنه أحميكم. إذا بتتذكري أنتي قلتي لي هالشي، وإنه قوة الحب الإيد مو بلسان. إذا ما ساوينا كل شيء مشان اللي منحب، ما بيضل إلنا قيمة ولا للحب. وأنا هاد اللي عم ساوي، عم أحمي اللي بحبهم. لو كنتي مكاني. كنت عملت مثلك. لهالسبب لا تشغلي بالك، فورال ما بيساوي لي شي، ما بيقدر. وهو بسببي عايش هلأ، إذا تركته وقتها بيموت. انتي كوني مطمنة. بنتي لقيتها فورال بيك، ليك هي قدام عيوني هلأ. جيبها محل ما قلت لك. تحت أمرك. لا تقلقي علي أمي، أساساً شو رح أعيش أسوأ من اللي عشته؟ أنا منيحة، عن جد أنا منيحة. شوفك على القصر؟ لا، فورال بيك طلب مني أخذك على مطعم توكيا. هو بالقصر، بيلحقنا على المطعم بعد شوي. ليش رح نروح على المطعم؟ شو خطر عباله؟
ما بعرف يا خانم، فورال بيك أمرني أخذك لهنيك. أمرك؟ طيب نحن شو رح نساوي هنيك؟ والله ما بعرف الشي، قال لي أخذك على المطعم وأنا عم نفذ أوامره. هو بيأمر وأنت بتنفذ. صعب تقضي حياتك وأنت عم تخدم مريض نفسي، مزبوط كنجار؟ ما فهمت عليك ست هزال. لا بالعكس تماما، أنت فهمتني منيح. أنت دائما بتعمل كل اللي بيطلبوه منك بدون ما تسأل، مو هيك؟ روح لهنيك كنجار وتعال لهون كنجار، خد هاد وجيب هديك ونفذ الأوامر. عندي فضول أعرف شو بتقدر تساوي أكتر مشانهم. تاخد روح حدا ولا بتعطيهم روحك؟ فين أبقى بعد مكان بتقدر توصل له يا كنجار؟ وبعدين تنسى مكان هداك القبر. ماشي يا خانم. ما في نهاية للي عم تساوي؟ جاوبني لشوف. أساساً رح استغرب إذا بتجاوبني. أنا بس عم اشتغل شغلي يا هزال خانو.